طارق بغلو حازم الله دميانة أنطون جيريا جرموت جيريا. أول قاعدة بالبلد لجيل الخريجين سنة 96، وكان أول طلاب عملوا قاعدة جمعنا على بعضنا كان هو صفنا، وانكتبت دعوة بخط إيدي وصلت الكل في حينه لساتها معي، فدا أذكركم فيها. أي سنة؟ فالافتتاحية فيها 96. 96؟ أبناء وبنات صفي الأعزاء، إذا استطاع القدر أن يفرق أجسادنا سوف لن نسمح له بأن يشرد قلوبنا ويمحو ذكرياتنا، إذ أنها أجمل ما عشنا من لحظات. كانت هاي الدعوة لوصلتنا بالضبط عشان نجتمع ب 96. كثير حلو لقاء اليوم كمان مرة، أنا مبسوطة من الحضور. شكرا للمنظمين طبعا يعطيهم العافية، مارينا، إيهاب، نسرين، شادية، سلام، شادي، فكرة بهجات. بجد انا كانت فكرتي عن الساحه، انا التقيت بهويدا بكنيون نهريه وقلت لها هويدا وحياتك دبروا بجشات محظور، انا معي بس نمره نسرين عراف، هاي الوحيده اللي معي، اذا معك نمر دبريها. مزبوط ولا هو اسم المرنس مره طبعا للكل، خلوها بسجل صورها للكل اسمه بالكامل لانه في اسماء تغيرت مع نمر التلفونات، واللي كان يحكي بالقاف وبطل يحكي بالقاف كمان نحكي فيها الشغله. مش الاسماء تغيرت، العائلات، اسماء العائلات تغيرت. بولس فران، راولي معلم، طارق قسيس، جريس قسيس، انطون فران، دميانة عراف، وحازم عراف، يا ريت لو كنتوا معنا قاعدة الجاي إن شاء الله بتكونوا في حضورنا. في دنيانا حطت مني إنه نحكي معها أونلاين إذا بتحطوا عشان. في جريت نفس الشيء. جاهزين نوصل مع حدا، إحنا جاهزين. تعثر القلب وتعججت المشاعر. وطافت بنا الذكريات من ربوع زهرائنا ترسل أشعة من النور لتخترق جدار هذا التميز والإبداع، أشعة لامعة نرسلها لصاحب التميز والعطاء للأستاذ والمربي الفاضل حنا العبد، لك منا معاني الحب والتقدير، نرسلها لك وساما من النور بعدد كل نجوم السماء والذي لا يساوي حجم عطاؤك اللامحدود. خريجي عام 89 طبعا من مدرسة معليا في حينه. أشرف اللي حكى. أول شيء أنا عشت معكم صف سابع، صف ثامن تاسع مش أكثر، ما علمتكنش غير بهذول الصفين. وإذا بدي أقول لك شيء بقدر أقوله، إنه إذا كنت أضرب كف ما ضربتش أكثر من 4-5 كفوف في السنة، عشان هي مش كلكم لحقوا كفوف يعني. نادرة من اللي أكلوا كفوف، لازم يشكرون أستكفي بالكلمة اللي أحكيها. وفي نفس الوقت الشباب والصبايا اللي يكونوا قبالي يعرفوا إنه كلمتي اتصلش الأرض، تأخذونيش إذا عم بحكي من الشكل، والكل كانوا يقدروا هاي الكلمة ويحترموها، عشان هيك ما كانوش يحوجوا نفسهم إني أنا أرفع إيدي عليهم. تعرفش اذا انتو ترعبنا اليوم تبطل انه شو بتقوله بعد جيلنا، صار اللي يقولها كيف يروح يجيب ابوه وبوليس وبوليس. كان قبل غير، بالعكس لازم كان يكون في هيبة للمعلم، لازم الطالب يخاف، كان الواحد يروح يشكي ابوه ياكل الكف الثاني من بعده. اشرف في راحت بعد في هيبة، في زمان في زملاء اثنين الي علموا في مدارس خارج معليا، ووصلوا لنتيجة انه عن جد جابوا لهم البوليس بعد ما هن
وحدهم ضرب كف. بينما أخرنيش يعني عنا في معنى هاي ما وصلناش لهالدرجة. يا ما في أهالي كان يقولوا هذا المثل: اللحمات إلك والعظمات إلنا. عشان هيك إحنا منضل نرفع رأسنا في أهالينا وفي إمهاتنا وأبائنا وولادنا كمان. وصدقوني شو بقولكم، أنا كنت في مدارس ثانية، كنت في كبر ياسيف 12 سنة. تأخذونيش إذا بقولكم لما بقيت أفوت على المدرسة، يعني مش أنا لحالي، كنت محترم كثير، بس أصل كنت أصل على 7.5، مثل ما بقيت أصل لمعلي على 7.5، كنت في كبر ياسيف أصل على 7.5. الأولاد اللي تكون في الغرف جوا بس أصل يقولوا إجا الأستاذ حلا. والوجوه الطيبة دخيل الله. كيف قالوا في المسلسل؟ كل واحد منكم وواحدة شمعة منورة في سهرتنا الليلة. ممنونكم كثير عن جد، رجعتوني لورا 25 سنة، كأني بناتكم إسا على في غرف التدريس وعلى المقاعد اللي انتم كنتوا قاعدين عليها. كلكم بعتز فيكم. شكرا لكم. للتنويه استاذ حنا ندعى لانه علم الصفين بشكل اجمالي. ابو لي احنا بس نقول لك انه بغض النظر عن أجيال مختلفة، احترام المعلم بعده موجود فينا لأنه قدرتوا تزرعوه فينا، ومحبة المعلم بعدها موجودة، وبعدنا بنحترم أهالينا بسبب احترامنا للمعلمين لأنه ربينا على هاي الشغلة، مش بس تعلمناها، كانت ثقافة بالنسبة لنا. احنا فخورين إن احنا من معليا اللي تخرجنا على أيدينا معلمين من معليا، بنحبهم وبنعزهم لليوم، ولما نطلع برا ونفرج الصورة الحلوة تبعت معليا بيكون معروف مين بالخلفية اللي كانوا قواتنا في المدرسة، قواتنا من ناحية تربوية، من ناحية إحساس بالأبوة والأمومة من خلال المعلمين والمعلمات. إحنا اليوم نعطي نفس العطاء اللي أخذناه، طبعاً بعيداً عن ما بحكي أشرف اليوم، إحنا كمان جزء منا معلمين وعم نشوف الأجيال المختلفة. إحنا بنتأمل أولادنا والطلاب اللي إحنا منربيهم نمشي على نفس مسار المحبة والاحترام، مش الخوف والاستهتار، لأنه بتضلت قيمة التعليم هي ثقافة من جيل لجيل. إن شاء الله أنه بتضل معليا حاملة هذا الطابع على نمط أجيالكم لإلنا ولأولادي وولادنا. شكرا لكم. بعثنا سلام على الهواء، رح يوصل حسب الساعة اللي بيكونوا فيها طلاب صفنا في المهجر. رح نوصل السلام محلي لحنان خميسي. إحنا اللي بحاجة لدعواتها عشان نستمر إنه نضلنا صحتنا ونجاحاتنا، فسلام من الجميع لحنان خميسي بعشوان، موجودة في الأردن، في القدس، في البلاد، في الشرق الأوسط. سلام لعيلة من الجميع. طلاب موجودين، طلاب إنه كل الشباب والصبايا موجودين، عايشة بجو الصف يعني. اللي عامل عملية بنتمنى له الشفاء العاجل، واللي غايب لأي عذر كنا بنتمنى يكون معنا، يؤسفنا عدم وجودهم. سلام الكاس الأكبر حفلتنا الليلة، مبروك الدكتوراه باسم الجميع، تستاهل صني ورني، بالتوفيق للبروفيسور، فخر لعلنا إن شاء الله. معنا بنشد المثل بقاعدة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. التجميل للبوب الصغير وديري بالك عليه، وبعدين كمان مبروك الشباب. عقيد تيفي تيفي على معطل هيا قرينا المشاركة. طبعا عشان كنت أقول عن حاجة.
واش ما صارش شي عشان جايب المساحه ما نشتغل شايف يستقل لك الخصاص عشان جيت من المساحه عشان هيك انا مقرر يلا اقول لك انا قد ايش اعلى قد في دعم كنت شاطر مش لا شاطر من ارميها اول مش بالعربي ارميها اول لغات زبد يا هي مش عزو هيك يلا شانسك معناته بالتصوير البطيء اسمه خيط حرير على حيط ام خليل بسيطه بسيطه لا عشان واحد بس شايف يا هاب لو طلعت شفتي هاي اختاري حدا لازم شانسو دائما يطلعش صعب يا الله ان شاء الله بس ادعي لا بدك تقولها خمس مرات انت على السريع شغلت الام مازن هاي 50 همسه ب 50 وهمسه 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 يلا بديلك حدا قبل ما نادي حدا بدي اقول لكم انه انا متاسف كثير مجبور امشي بس انتم شنو خلقتيه انقلع عندي سهرة لبنت خليتها لمرتي بس مش هذا هو السبب السبب اللي خليني اروح مرت عمي اتصلت زعلانة كيف يجي عمي حنا لحاله بس عشان مرت عمي زعلانة انا اروح ارضيها وصراحة كثير كثير انا مبسوط خسارة انه اليوم السهرة اجت بهذا الوقت اما احلى اشي كان عندي هذا اليوم وبعد هاي الفترة كلها انه التقينا مع بعض واشتقت لكم كثير 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 اشتقنا لكم يعطيك العافيه هاي مبين ترفع الله يستر شو فيها طويلة ان شاء الله يا جماعة طويلة سطرين الله ساعدك شعري يا عمي ابتلى اسمع واجبك لاخر الفريق ضربت الشرقرقي بالحجر المرقرقي اسرع اسرع له طر فطار عيدة اربع مرات ثلاثة هاي تمرين هاي تمرين هاي تمرين كان ضربت الشرقرقي بالحجر المرقرقي قلت له طر فطار ضربت الشرقرقي بالحجر المرقرقي قلت له طر فطار نديلك حدا حول شوي عن طريقك بسير اشرف نادي حدا حكي بعدين مع جورج الحكي مش معاك يلا دوري امي هذه شوي قول ايش انها عمر يلا يلا طلع للعالي فوق حسبت حساب للآلة الحاسبة بدون ما احسبها لنفس حساب كان إيد بقول لك كان إيد وبالإيد الهجمة بتعرف بدها تدور السرقة وشو بدنا نسرق قاعدين عم بخطط شو ناكل عتمت الدنيا قاعدين عند طارق بالبيت طيب يا طارق شو ناكل قلت لهم اسمعوا بيجال زرعوا الأستاذ جورج شو كل خسي فيه وسيم كان معلش اللي كانوا معانا كله ثلاثة أربعة وين كان الجال وين أديب شاهين وين الشارع من تحت بالجلسة قالت التو وتعرف كانت الدنيا شتوية شو الخاص تعرف بشي نزلنا من عند طارق وفتنا قطعنا الشارع وفتنا كان في جل قبله مزروع دخان ما بعرفه هن بيعرفوش خمر تعرف الدنيا عاتمة فتنا
بعرف بلشوا يمرشوا ياكلوا ويبزقوا يا ابني اشتربوا يبلشوا جيبنا لهون شو جيبنا لهون كله هذا خس كله مش عارفين عم ياكلوا دخان طلعوا مدخنين كل اليوم يخرى واحدة حلوة قاعدين عم نلعب قاعدين عم نفكر احنا وين قعدنا فكر عم نفكر عند ابو الياس وين قاعدين عند ابو الياس كان المجتمع عند عاطش شو بدنا ناكل بناكل قال في جوزي تحت عند ابو فايز اما شو الجوزي هاي الجوزي هاي اللي مدوره هاي بتضلك تاكل عليها كل هرم طيب سيدة يلا بننزل شباب قطعنا من عند بيت الأستاذ جورج كان عندهم صبار وعتيقة ستيشن كنتم تذكروها لونها رصاص مش ذاكر شو مهم واحنا نازلين نقبنا بعرف شو حست الكلاب صار يعوط لا بلشت لضرفت اشي زد حاله تحت السيارة اشي زد حاله هيك لفات المهم زدينا حالنا انا واخرى واحد تحت السيارة انت وطارق انا وطارق حس علينا ابو الجار ابوك طلع شوفي هجمت الحارة حس وشاف انه في شيء لو بيصير قدمك شاف لتحت السيارة اطلع شو عم تعملوا عندك انت تحت السيارة بالليل ولك جورج قصته مش ابوي مش عارف واحد لا جورج بلا استاذ جورج انت بقول لك شو صار شو عم بتسوي هو قال عم نلعب بلاليل هتلعب بلاليل تحت السيارة بالليل اطلع لا ضل يا استاذ مهنا طيب. اجينا وين البنك ما كانش البنك هذا كان كل ياتا صخرة وكانت اللوزة وبيت استاذ مهنا اجينا كل ياتا صفين كنا اكل مفتخر عصر اجينا لغاية بدنا نجي مع اللوزة خافين من استاذ مهنا حازم شوفاني شو قال في جيب تبع استاذ مهنا الرمادي اذا بتذكروه شوف انا بطلع بلزق الزمور هو بلتي بالجيب واحنا بنجي مع اللوزة طلع حازم شوفاني معلو الزيق كبس على الزمور تبع الجير بلش يجيب يزمر استاذ مهنا ضوى البيض طلع على الجير هجمنا على اللوزي هجوم شباب على اللوزي استاذ مهنا حس اجى فتح ضوى اللمبه وفتح بده يفتح الباب عاطف على اللوزي عين على بالنقيفه طرش اللمبه للمبه فتحه استاذ مهنا سكر الباب ورجع البيت الله يرحمه طلع قول لي انتو شو بتسوا بدون خططنا التاسع با شو بيسوا بدون خطط التاسع ألي مرة عملنا قاعدة بالمحافل بتذكر جيت بعيدة بالسقفان مشتولة بالسقفان احكي إيهاب إيهاب طب اسمع فيها كم من واحدة بس في تنتين مهمات لازم تسمعوهم اتبع يا معلم مرة جري الجرموز اسمع شوي صبايا حلوات حبايب قلبي حبايب تعال هون على الحلب اذا ما تكونش نحكي بنقعد لا اللي بلاهم انت تعال حداش بقدر يقرب عليه شو يعني شو قصدك يعني حداش بقدر يقرب عليه عندنا حمام فيش باب تحس شغلي الا انا بنزل لتحت حداش بقدر يقرب عليه طيب بسادر فهمنا عليك حداش بقدر يقرب عليه بنفس الليلة قلنا نحن جايين لعندك أو تعال نشوف كزلام المهم رحت أنا حازم عراف عاطف ماهر وسام وبولس وطارق شلي المهم رحنا فتنا لتحت واحد برا وواحد جوا وواحد على الشريط وواحد عند الباب يتسمع إذا بيفتح الباب ما خليناش ولا حمامي عنده امسك الحمام عايش نحطه بجيابنا ملنا حالنا ومش عارف وين نروح بالحمام يا حمامات امسكنا وين نروح بالحمام شو على القلعة على قدي اي قلعة مسكت انا كل واحد وزعنا حوالي 10-15 على كل واحد وصلت على البيت عايش كل دم الحمام الحمام منين يوم الحمام هذا هذا يوم تبرع بالبلد متبرعين جيريز بدوش الحمامات قلنا تعالوا صدوا لنا اياها ورحنا صدنا بالحمامات طلعنا ثاني يوم نشويهم مشوين طلعناهم خلي حكوا بتعملوا جمعيات سيوميتها احنا شفقنا عليك والتاسع يبا جبنا كم من واحد نعمل حفلات يعني بنعزم بلا بقول لك ايام ليه متجوزين جديد قال ايام مش شايف ولا متجوزين جديد انت بدك يا
يبطل لحظة يعني مش مجاني كان مرة درس الأستاذ حنا اللي فتحت معي اديله ابو راسي انا حلت معاه مجرد تعقيس معاه بطلع كشف هيك ما طلع فيا عطست بوجه شاف الأستاذ وقفت هيك وعامل مهرجان هو يا جماعة